لسه مكملين مع نادي الاهلي واللي دخل في مفاوضات مبدئيه مع مهند لاشين لاعب وسط فريق الاسيوطي تمهيدا لضمه خلال فتره الانتقالات الشتويه الحاليه تحسبا لفشل صفقه محمود عبد العزيز زيزو لاعب وسط سموحه واللي طبعا بيعتبر الخيار الاول عند حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي واللي طبعا طلب الاداره ان هم يتعاقدوا معاه خلال انتقالات يناير الحاليه. النادي الاهلي استطلع راي علي ماهر المدير الفني للاسيوطي وهادي خشبه مدير الكره في مستوى مهند لاشين وطبعا هم اشادوا بمستوى اللاعب وبقدرته على ارتداء الفانيلا الحمراء خصوصا ان هو بيتميز بقدرات دفاعيه كبيره وكمان عنده قدره على استخلاص الكره وافساد هجمات المنافس. ومسؤولين النادي الاهلي حطوا مهند لاشين بديل لمحمود عبد العزيز في حاله رفض نادي سموحه لاتمام الصفقه. نروح